تعالي يا أم عبد الحي، عاوز أتحدث معاك. دخلت الشوكيش في المندر لها صالح باللي انت فيه دلوقك؟ كرمان جالها صاحب النصيب، وادي يفرح شهادة وعيلة. مخبي حاجة زي دي وما قايلش ليه؟ وكلمها اللي طلب كرمان الدكتور رفعت. بنتي لسه بيتها ما اتبناش ونصيبها مستني. طفشانة من هدومك ليه لما سمعت الحديد ده؟ فيش مرة بتعدل على راجل صح، لكن لحد بنتي لا، أقف وبجح. بنت العمامرة في جفة ولد عمها، حتى لو كان طواب في مخمر الطين، غير كده بتعدلها لسه ما تبناش. هملين الروح يا روحية. حاضر، بس انت كده بتدور على المشاكل، وابو مين هيغلطك ويركبك العيبة؟ خلي شاشك على راسك ابيض يا حرازي. تفضلي هوي. طمنيني عليك يا كرمان. بخير يا ابوي طول ما حسك في الدنيا. في حد جه خبط على بابك وطالب يدك. مين يا ابوي؟ شاب عجبان، هو من الفلاحين لكن متنور متعلم، راجل والله ما يترفض. وانت قلت له ايه يا ابوي؟ انت خبره يا بنتي، عاداتنا العرب ما يجوزوش بناتهم للفلاحين. اللي تشوفه يا ابوي. انا همشي شرع ربنا. من وانت صغيرة، من زمان وانت لسه طفلة بتحبي على الأرض، أنا قلت أنا لازم أشورك في جوازك، وطالما سكتي يبقى أنت مش معترضة. والله يا أبوي أنا من يدك دي ليدك دي، وبعدين اللي أبوها يبقى الحرازة أبو ديف لازم تحمد ربنا صبح وليل على النعمة اللي ربنا عطاها. ربنا يسعدك يا بنتي، ربنا يسويها. خايف عليك يا أبوي. ربنا كبير وأكبر من كل الناس، ما تخافيش يا بنتي. كنتش أعرف إن سطرة البت الجوازها تضحك. جيت للواجب عشان يبقى العيب اتقلع من عتبتي. جاي ومستني الموافقة على جوازة بنتك من الدكتور رفعت صديق الشواكيشة. قبل أول نقي العتبة اللي هتدخلها عليها، لأنا شايفه إنك جاي تسمعنا جنانك. زعموك كبير يا فرماوي لكن صغير في ردك. أنا شايف شاش وأم على راسك، ولا تكون يعني عاوز تبدلهم طرح؟ واخدت الزعامة وعمال تتنطط بيها زي العيال الصغيرة. ومال لكن توقف تحاسب واد عمك الكبير؟ يتحاسب لما يكون جاي منظرة العمامرة وعايز يجوز بنته لولد الشواكيش، وما عملش حساب لعواقب المصيبة اللي هتحصل. يتحاسب. بنتي لا خاطية ولا ابوها ديوس عشان تكون عار على العمامرة، لكن مين يسمع؟ انتوا اتدبيتوا في عقولكم ونسيتوا دينكم فنساكم عقلكم. اللي انت طالبه يوطي ما يعليش. عقول بشر انتم ولا حجارة في راس بشر؟ غروك الشواكيش بشهادة ولدهم، عاوز تربط بيت العيلة بعيلة الفلاحين وجبائلهم. توجعنا واجع مجندلة. اسمع حرازي، لو الجبل اتساوى بالارض اللي انت عاوزه ده مش هيكون. بدك مجرور في اسمها سلسلة عمامرة، يعني تنقام لها الدنيا وتقعد. واهون بدي اكلها تمساح
وناخدها فلاح. اللي عاوز يحضر فرح بيتي ويبارك منظرتي مفتوحة، واللي رافض يسلسل رفضه جواه.